شارع حلب. زين، شو اختصاصكم عملكم؟ والله احنا تصليحات وشغلنا بس موسمي، يعني هسه السوق ضعيف حيل حظف، مثلا تشوب تاية زنجيل عقرة ايه نصلحها. زين، شنو اهم انواع الباسكلات؟ والله عبد الحليم ابو القير خارجي مرغوب، قير خارجي وابو الحساس هذول مطلوبين عندنا حيل. عبد الحليم؟ ايه عبد الحليم ابو القير واكو بلا قير، بس العالم هسه يرغبون ابو القير خارجي. قير خارجي يقول هذا خفيف ثقيل وسط. زين، اسعارهم شلون؟ والله ما سوى 80 اكو 70 اكو 65 اكو 100 على النظافه حسب عبد الحليم. هسه انا اضيف لل 100,000 يسوى. والله سوقنا مثل ما تقول بازلات انواع واشكال، اكو يرغبون نوعيه اكو نوعيه ما تنرغب، والحمد لله والشكر. النوعيه المرغوبه والله هذا النوعيه اللي يسموه عبد الحليم، خوش دراجه وقيربي وبيها عادي، واكو جبلي، اكو سباق. منين؟ والله منشأه كله تايوان، يابان، صين، بس الدرجه الاولى هذا كله. احنا نجهز الدراجه بحيث الراكب المشتري يركبها ويطلع قبل بيها. والله تصليحات كماكينه، دشلي، مجمع، وياله، كعام عام يعني. ايه الانواع؟ انواع البازكلات؟ الاقفال مثلا. اوه عالم خاص بالدراجات هذا، ما نوع واحد، انواع كثيره. شو وقت سوقكم انت ايش؟ والله على الربيع شويه يصير حركه بي، من جو يبرد، هسه الجو حار شويه. الجو حار شويه ترى، الشمس حاره ما حد يركب بازي. من السوق ما يتحرك تسوي تخفيضات؟ ايش اكيد لا، نساعد الناس احنا على طول والله. شلون تخفيضات؟ والله تخفيضات يعني كل بازي نشيل من حقه 15 20 مشي. والله دراجات غاليه احنا ما نجيبها، شويه اكو اشكال احنا ما نجيبها هنا يمنا. اغلى وحده؟ اكو خمس اوراق، ست اوراق، ب 10 اوراق، اكو ب 20 ورقه، ما تنباع تنشر هنا. احنا سوقنا على المستعمل المناسب، تجينا الناس مجبريه تشتري. البايسكلات ايش قد يعني اغلى شيء؟ والله اغلى شيء بالبازقلات اكو نوعيه الماركات، يعني الماركات البازقلات مثلا ال 26 ال 27 29 150 200 250 اكو، بس هو هذا ما كل واحد يعني يشتري لهذا البازقل، بس اللي يرغبوه هسه مثل الشباب هذن اللي يرغبون اللي يلعبون بهم يعملون بهم فيكات وما فيكات يعجبهم ما كل شيء هذا البازقل، بس بينما هذول البازقلات الموجودين الباقي الماشي ابو ال 50 60 65 70 هذا الماشي عندنا يعني صون، بس هذا شيء درجه اولى، والله شيء درجه اولى، يعني نحن عندنا انت تعرف كل شيء ياباني هو شيء درجه اولى، ما مثل ما عندنا صيني هسه اكو صيني نوعيه درجه اولى اكو، بس ولكن بس غالي كثير غالي، اكو نوعيات مال بالا هو صيني بس شلون صيني درجة أولى أولى، ما مصنوع لنا يعني مصنوع لليابان، يعني من تجيبه بالا شيء تتونس بينه، يعني الطفل من يركبه وين يصل كسة على المصلح وين نهائيا يخلص الموصل ما الموسم ماله العطلة كلها يتونس بينه وما يصل مصلح، يعني سوقنا يبدي من نهاية الخامس إلى شهر التاسع العاشر، التاسع العاشر سوقنا هذا موسمنا.